offre d'emploi internationale nettoyeuse nettoyeur Canada فرصه عمل دوليه مطلوب عمال وعاملات نظافه في كندا بالضبط في مقاطعه تورونتو بعقد عمل دائم براتب 20 دولار في الساعه. عرض عمل ثاني اوفر دومبلوا انترناسيونال كونسيرج ديتابليسمون سكولير عرض عمل دولي في كندا مطلوب كونسيرج في واحد ديتابليسمون سكولير بالضبط في مقاطعه تورونتو عقد عمل دائم كونترا دو ترافاي انديتيرميني راتب اللي هو 25 دولار في الساعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان خوات الكرام متتبعي قناة أبو ريان للتوظيف والهجرة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دائما في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم كاملين المتتبعين الأوفياء، وكنبغي نرحب بالناس الجداد اللي تحقوا بالعائلة، مرحبا بكم وتحياتي لكم، وكنتمنى الخير وكنتمنى التوفيق للجميع. إذا إخوان جبت لكم عروض جديدة كل ما كيخص الهجرة إلى كندا، لكن هاد العروض هادو اللي غادي نبارطاجي معكم اللي شاهدتو في اول فيديو هادو متعلقين بانابيك. انابيك هي اللي غادي تكون وسيطه ما بين العامل او المشغل والموظف او العامل اللي غادي يخدم في هاد جديد الوظائف. غنشارك معكم ان شاء الله جميع التفاصيل وغنعطيكم طريقه التقديم ان شاء الله. اذا كم عليكم تبعوا معي الفيديو الى الاخر وشاركوا معنا في قناتي، لكتو اول مره غادي تشاهدونا ضغطوا على زر الاشتراك فعلوا زر الجرس باش حتى نتوما تنضموا لعائله ابو ريان للتوظيف والهجره او لابو ريان ايميغراسيون. ومرحبا بكم ايضا في صفحتنا الفيسبوك اللي كنشارك معكم كما كتلاحظوا الان كتظهر لكم على الصفحه او الشاشه، هذه صفحه ابو ريان اللي هي سي في بروفيسيونيل. مرحبا بكم، يمكن لكم تدخلوا غادي تلقاوها في صندوق الوصف الرابط، تدخلوا ليه الان وانضموا للعائله. كاين بزاف ديال المنشورات بزاف ديال لي زوفر دومبلوا كنشرو فيها بزاف ديال المعلومات اللي غادي تفيدكم ان شاء الله. اذا اخوان على بركه الله كنعتذر على الاطاله، غادي نمشيو للعروض ديالنا. العرض الاول اللي هو كما كتلاحظوا غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق اوفر دومبلوا انترناسيونال كونسيرج ديتابليسمون سكولير، دونك انابيك هي اللي مكلفه بهاد العروض اللي غادي تشوفوا الان. بالنسبه لليو دو ترافاي مكان العمل اللي هو كندا بطبيعة مقاطعه تورونتو، عقد العمل غادي يكون كونترا سي دي عقد عمل دائم براتب 25 دولار في الساعه. عندنا هنا لي زافونتاج اللي غادي يكون عندك اليوم، تستافد من لاسيغونس شيك روبا بريم انديمنيتي فيكول و كور دو لونغ، يعني الفورماسيون ديال تعلم اللغه مزيان. هنا عندنا برينسيبال ريسبونسابيليتي، الوغ شنو غادي يكون عندك كمهام في هذا المجال اللي خدمتي ككونسيرج، هادو هما المهام اللي غادي يكون عندك كما كتلاحظوا هنايا. دونك غادي نديرو لهم ترادكسيون باللغة العربية، الناس اللي غادي اللي عندهم يعني مشكل في اللغة الفرنسية، دونك غادي نمشيو لجوجل، دونك ما خصنا حتى شي حاجة، نديرو فرونسي عرب، فوالا غنديرو كولي. اذا لاحظوا معي المهام اللي غادي يكونوا عندكم اللي هي هذه، الحفاظ على بيئه مرحبه وامنه للطلاب الزوار والجميع طاقم عمل وجميع طاقم عمل، المساهمه في حسن سيره العمل في المدرسه وتوفير مناخ ملائم للتعلم، القيام بمهام التنظيف والصيانه والاصلاح، ضمان امن المبنى والاراضي، ضمان اداره الاحتياطات وامدادات الصيانه، تحقق من تجهيزات غرف ميكانيكا وحالة معدات الألعاب ومعدات الحماية من الحرائق. مزيان، دونك بالنسبة هنا البروفيل غوشيغشي ها اللي كيهمنا، دونك شنو طالبين باش يمكن لينا نخدمو مع هاد ليتابليسمون. دونك غادي نديرو كولي من جديد هنايا، لاحظوا معايا افواغ اون فورماسيون بروفيسيونيل اون مانتونونس دي باتيمون و ايكيفالون ايتاناتو يعد الحصول على تدريب احترافي في مجال صيانة المباني، يكون عندك واحد لو ديبلوم لا فورماسيون في هاد الدومين، يعني الدومين ديال المانتونونس ديال لي باتيمون أو ما يعادلوه أحد الأصول. لديك ما لا يقل عن 3 سنوات، تكون عندك 3 سنوات ديال إكسبيريونس 3 سنين من الخبرة في منصب معادل، معرفة ممتازة بمنتجات ومعدات التنظيف وكذلك
بها يستخدم، يعني طريقة الاستخدام ديالها افوار. فوالا دونك هي هذه دي معرفة، افوار اون اكسيلونت كونيسونس دي برودوي اي دي زيكيفوار اي دي زيكيبمون دي نيتواياج انسي كو لور اوتيليزاسيون. مزيان دونك تعرف تستعمل هاد مواد التنظيف. تلبية المتطلبات البدنية، يعني تكون بصحة جيدة. على سبيل المثال تقدر تهز واحد الحجم ديال 15 كيلوغرام، او التعامل مع الاشياء التي يصل وزنها، يعني كل ما كيتعلق بالاشياء الثقيله. دونك هادشي ماشي مشكل، تكون بصحه جيده. اداء العمل على مسافه الذراع او جافيا، وتشغيل معدات صيانه التنظيف ماشي مشكل، تجاريه وما الى ذلك. كن دقيقا ودقيقا وفعالا. اتقان اللغه الفرنسيه، معرفه اللغه الانجليزيه. دونك هنا طالبين اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. تكون قادرة على استكمال نماذج طلب ونماذج أخرى ذات صلة. إنسان يتوكل على الله. شوفوا الإخوان، توكل على الله. إنسان ما يدي تكونش اللغة عائق. دونك إذا كانت عندك الإكسبيريونس، ما حاول أنك تبوسيدي، واخا تكون عندك غير شوية الفرنسية ولا شوية ديال لونجلي، توكل على الله، قدم الطلب ديالك وما عرفتي الخير فين كاين. هذا الشيء اللي كاين بوغ سوميتر فواتر كونديداتور. دونك طريقة تقديم طلب. سي فو بوسيدي لي كاليفيكاسيون ريكيز بور لي بوست، إذا كانت عندك كانوا عندك هاد المتطلبات اللي او الشروط اللي طالبين كنتي كتستوفيهم، ميرسي دو ديبوزي فوتر سي في. دونك غادي تحط سي في ديالك اون فرونسي انسي كون كوبي دو فوتر اتيستاسيون ديكسبيريونس ا لانابيك لا بلو بروش. دونك غادي الا كنتي كتستوفي هاد الشروط اللي طالبين، غادي تجيب لو سي في ديالك، يكون سي في كنديا بطبيعة الحال، يكون بروفيسيونيل بطريقة كندية، وتزيد مع واحد لا ليتر دو موتيفاسيون فرنسيه، واحد الكوبي ديال لاتيستاسيون ديكسبيريونس، تكون عندك جيسيف اتيستاسيون ديكسبيريونس. غادي تدي هاد الوثائق لانابيك اللي قريبه لك. دات ليميت دو ريسيبسيون دي كانديداتور، دونك اخر اجل اللي دفع هاد الطلبات اللي هو 23 فيفري 2024، اليوم راه 22. دونك 23 جات بالجمعه، اخر اجل هو الجمعه. دونك راه ما بقى والو، 20 21 12 ثلاثة، بقات ثلاث أيام، واحد جوج، أنا نقولو غير يومين، ولكن آخر أجل 23، هو تقدر تدفع نهار 23، نقولو حنا ثلاث أيام. دونك الواحد اللي يتوكل على الله يقدم الطلب ديالو. سيت أوفر دومبلوا إي غراتويت. نفس الشيء بالنسبة لوفر ديال نيتواياج، بالنسبة للناس كيخدمو مجال ديال التنظيف. دونك هنايا نفس الشيء، راه عندك كونترا سي دي 20 دولار في الساعة، نفس المتميزات ولا نفس لي زافونتاج اللي تحصل عليهم. عندنا هنا principale responsabilité assurer la propreté. Donc كل ما كيتعلق بالتنظيف لا سيكوريتي ديال ليكول. دونك هادي واحد ليكول مدرسه، غادي تكلف ولا تكلفي بالتنظيف ديالها. exécuter des tâches de nettoyage d'entretien et de réparation garantir la sécurité de l'édifice et du terrain. هنا عندنا البروفيل ريشيرشي، يكون عندك مينيموم 5 سنين تجربه d'expérience في l'entretien ولا في نيتواياج دون اون سوسيتي دو نيتواياج. تكون ديجا خدمتي في شركه ديال التنظيف، تكون عندك ليكسبيريونس. افوار اون اكسيلونت كونيسونس دي برودوي، تكون كتعرف كل ما كيتعلق بالمواد اللي كيخدموا بهم، لي زيكيبمون الى اخره. داكشي ديال النيتواياج راه الناس كيخدموا في الدومين كنكون عارفينهم، دوك لي ماشين ودوك كاع اللي داكشي كيتعلق بالنيتواياج. افوار ان بون نيفو اون فرونسي اورال ايكري، تكون عندك فرنسيه جيده كتابه ونطق. avoir des connaissances en anglais qu'on a que je en l'anglaisia, être ponctuel, précis, efficace, avoir l'esprit de collaboration, روح ال يعني العمل وروح الجديه في العمل الى اخره. دونك راه باين. être capable de remplir les formulaires de réquisition et d'autres formulaires connexes dans les deux langues officielles. دونك نجيو لهادي ونديروا لها تراديكسيون. voilà collé. تكون قادر على استكمال نماذج طلب ونماذج اخرى ذات صله في لغتين رسميتين. مزيان. هنا عندنا بوغ سوميتر فوتر كونديداتور نفس الشيء، واحد السي في يكون كندي مع ليتر دو موتيفاسيون. من الاحسن تزيد مع ليتر دو موتيفاسيون باش يكون بروفيل ديالك بروفيسيونيل، وتزيد عليه واحد بلاتي هنا دايرين سي في، هانتوما لاحظوا، يكون سي في فرنسيه ولا بالانجليزيه، اما فرنسيه اما بانجليزيه. واحد الفوتوكوبي ديال اتيستاسيون ديكسبيريونس سابقه، ودفعوا هاد الوثائق للانابيك اللي قريبه لكم. اخر اجل اللي هو 23 فيفري.
فوالا دونك هذا اعلان بالنسبه للناس اللي بغاو يدفعوا يقدموا من خلال لان ابليك، ومن بعد بقى غادي يراجعوا لي بروفيل ديك الساعه راه غادي يبداو يتواصلوا مع الناس اللي تقبلوا. دونك هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى لكم التوفيق، وغنخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف، وغادي تلقاوهم ايضا في اول تعليق. راه كلشي سهل، انسان يدير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين ان شاء الله، نتمنوا يكونوا لي بروفيل مقبولين. الا كان اي واحد عنده شي مشكل في التسجيل او لا ما عرفش يصايب سي في كنديا، لا تخدم موتيفاسيون، يتواصل معنا غادي نقادو ليه سي في كندي بروفيسيونيل، نصايبو لك معاه لا تخدم موتيفاسيون حتى هي تكون بروفيسيونيل، ونقدمو لك ان شاء الله الطلب في هاد لوفر دومبلوا. اذا هادشي اللي كاين اخوان، نتمنى لكم التوفيق، الله يسهل الجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وعرض جديد. غتلقاو جميع المعلومات في صندوق الوصف والتعليق. كان معكم ابو ريان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.